أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري
وإذا لاتخذوك خليلا ولولا تتوكل إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات علينا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات ولقد كرمنا بني ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه
سنة من قد
سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا أقم الصلاة أقم الصلاة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة الباطل إن الباطل
وقل جاء
هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض قل كل يعمل على شاكلته ويسألونك عن الروح ويسألونك عن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا Yeah.
صدق الله.